التوبيك اللي هنتكلم عنه النهارده الراوتر باسوردز. تمام، عايز اعرف في كام نوع من انواع الباسوردز موجوده على الراوتر. في انواع كتير اللي هنركز عليها في الجزء ده ان شاء الله. اول حاجه الكونسول باسورد، تاني حاجه انيبل باسورد، سيكريت باسورد، رابع حاجه اي او اكس باسورد، وبعد كده هناخد الترنت باسورد. اللي هركز عليه النهارده باذن الله او دلوقتي يعني في الجزء ده الكونسول والانيبل والسيكريت. تمام، الاي او اكس هنأجله بس شويه لغايه ما نتعلم الكومبوننت النهارده برضه يعني ان شاء الله لغايه ما نتعلم الكومبوننت، والتنت هنأجله لغايه ما اتعلم ازاي احط اي بي على الراوتر، لان بالعقل كده عشان ان انا اتنت على الراوتر ماست ان هو يكون عليه اي بي، صح؟ يبقى الاول لازم نتعلم ازاي احط اي بي على الراوتر وبعد كده اتنت عليه. نمسك واحده واحده. يعني ايه كونسول باسورد؟ كونسول باسورد معناها ان اي حد هيروح حاطط كابل الكونسول زي ما احنا عاملين دلوقتي كده يجي يدخل على الراوتر يطلب منه باسورد، مش اي حد كده يدخل. تمام، على الاول كده اقول له هنا يس ولا نو؟ نو عشان انا مش عايزه ادخل على السيت اب مود. تمام، يبقى تاني كونسول باسورد معناه اي حد يجيب كابل الكونسول يحطه في الراوتر يطلب منه ايه؟ باسورد. او ايه؟ اي سيستم في الدنيا ممكن وانت داخل عليه يا اما يطلب منك باسورد بس او يطلب منك ايه؟ باسورد؟ يوزر نيم وباسورد، صح؟ ناخد الاثنين دلوقتي باذن الله. تعالى بس الاول كده نعمل شويه انيشال كونفيجريشن للراوتر متعودين عليها. لاين كونسول، لا مش مهندج ولا حاجه، لاين كونسول، لوجينج، سنكرونس، اكزيت داش، تايم اوت 00، فاكر الاول دي؟ وبعد كده نو اي بي دومين داش لوك. طب ثانيه واحده، لما انا قلت له نقطه جيتو من لوكاب انا فاكر ان احنا اخذنا الامر ده كان في اي مود؟ ده كان في الكونفجريشن، صح؟ الاثنين اللي فوق دول فعلا كانوا تحت اللاين كونسول، لكن ده كان تحت الكونفجريشن مود. ازاي قبله وانا قايله قبل كده ان كل مود وليه اوامره؟ ده برضو يعتبر من ضمن الاستثناءات، مش الامر ده، لا اقصد ان اي امر المفروض انه يتكتب في الكونفجريشن مود لو انا كتبته في السب كونفجريشن مود هيتنفذ عادي وعمل لي اكزيت لوحده. هو انا كتبت اكزيت ما كنتش هنطلع كونفجريشن؟ لا، هو عمل اكزيت لوحده. طالما عمل اكزيت لوحده يعني ده معناه ان تاثير الامر ده اصلا فين؟ في الكونفجريشن مود. تاثير الامر اصلا فين؟ في الكونفجريشن مود. تمام؟ طيب عايزه دلوقتي زي ما اتفقنا اتعلم ازاي احط الباسورد على الموديل. نمسك واحده على الكونسول. تمام؟ اعمل الكتاب ده ازاي؟ بالعقل كده، الكلام ده الاول يتعمل في انهي مود؟ الكلام ده يتعمل في انهي مود؟ انا عايزه احط الباسورد على الكونسول، يبقى في انهي مود؟ تحت اللاين كونسول، تحت جزئيه الكونسول. انا عايز احط باسورد على الراوتر ككل. مفيش حاجه اسمها راوتر ككل، مفيش حاجه اسمها باسورد على الراوتر ككل. احنا شفنا دلوقتي ممكن وانا لسه داخل في السؤال اللي هو بتاع يس ونو، ممكن يقول لي هات الباسورد، يبقى انا كده هحط باسورد على لا، حتى لما كان بيسالني قال لي انا كان طالب مني حاجه اسمها السيكريت باسورد، يعني معنى كده ان في انواع معينه من الباسورد وكل باسورد ليها تاثير على جزئيه معينه من الراوتر. تمام، مفيش حاجه اسمها ان انت بس من الراوتر ككل تدخل عليه باسورد واحده. ليه؟ ما انت ممكن تكون داخل على الراوتر بالكونسول، ممكن تكون داخل على الراوتر بالتنت، ده ليه باسورد وده ليه باسورد، فهمت قصدي ايه؟ تمام، يبقى تاني لما اجي احط الباسورد دي تتعمل فين؟ تحت مين؟ تحت اللاين كونسول. تمام، هقول له ايه؟ سيمبلي هقول له باسورد سي مثلا 1 2 3، وبعد كده اقول له لوجن. طب باسورد 1 2 3 وفهمناها، يعني دي معناها ان اي حد هيجي لوجن على الراوتر دلوقتي هيطلب منه باسورد قيمتها 1 2 3. ايه لوجن دي بقى؟ مش احنا لسه قايلين ان وانا داخله على الراوتر ممكن يطلب مني باسورد بس او ممكن يطلب مني يوزر نيم وباسورد؟ لوجن معناها ان هيطلب مني باسورد بس مش يوزر نيم وباسورد. تمام كده؟ تعالى تست الكلام ده كده. لو قلت له انت بتعمل ايه؟ طلعني على الانيبل مود. تمام؟ وبعد كده اكزيت عشان اطلع من الراوتر خالص. لو جيت ادخل المره دي لقيته طلب مني ايه؟ اكتبها له 2 3 انتر
ايه ده هي ما اتكتبتش ليه؟ لا احنا ايام ما كنا بنشرح الاف تي بي كنت قلت لك هي اتكتبت فعلا، بس كل اللي فيها ان هو بيخفيها ليه؟ عشان يحميني من نوع الاتاكس من ايه؟ باك شولدر. باك شولدر يعني ايه؟ انا دلوقتي بكتب الباسورد ظهر استرسك ظهر نجوم، انت قاعد جنبي عينك انا بكتب ايه؟ لو انت لمحتها مثلا ان هي 11 استرسك، هو انت ما تعرفش الباسورد بتاعتي ايه، بس انت طلعت بمعلومه، ايه هي المعلومه دي؟ ان عدد الاسترسك 11 يبقى دل عليه ان هي بتكتب رقم موبايل، اجرب بقى رقم موبايل، لا رقم موبايل ما اعرفش منين. تمام؟ طيب لو جيت هنا قلت له انيبل في امر هناخده دلوقتي بس كده دلوقتي يعني السنتكس بتاع الامر بس، وبعد كده ان شاء الله هناخده بالتفصيل المبادئ. تمام؟ امر اسمه شو running dash config. ايه الامر ده؟ الامر ده بيوريني كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها على الراوتر بتاعي، بيوريني ايه؟ اي كونفيجريشن انا كتبتها على الراوتر بتاعي. يعني ايه running config دي؟ لا مش وقتها دلوقتي، هنحطها بالتفصيل ان شاء الله. تمام؟ انتر. على سبيل المثال الهوست نيم بتاع الراوتر انا ما سميتهوش. تمام؟ نو اي بي دومين لوكب اهي. في مور. يعني معنى كده لسه في كلام تحت. لاين كونسول اكزيت داش تايم اوت. واخد بالك ان في هنا مسافه عن بدايه السطر؟ ده معنى ايه؟ معنى كده ان اكزيت داش تايم اوت ده سب كوماند من الكوماند الاصلي ده. تمام؟ ولقيت تحت اللاين كونسول باسورد. اوبا 1 2 3 ده في مصيبه دلوقتي حصلت. ايه هي؟ ان الباسورد دلوقتي انا شايفاه كلير تكست. يعني انا دلوقتي مثلا قمت ارد على الموبايل ولا حاجه وانت قاعد هي مش موجوده شو راني الكونفيج بسرعه انت شايف الباسورد بتاعتي. تمام؟ طب والحل تعمل ايه؟ قال لك عايزين نتعلم دلوقتي ازاي ان انا اشفر الباسوردات بتاعت الراوتر. ان انا ايه؟ اشفر الباسورد بتاعت الراوتر. الراوتر بيسبورت كام نوع من انواع التشفير؟ مينلي انكريبشن. اول نوع، نوع ضعيف جدا اسمه 7. مش هيبقى زي كاد 6 الايه؟ ايه الحاجات اللي احنا خدناها في الليمت والتشفير؟ الاس اتش اي؟ والام دي 5 وكده؟ هو النوع الثاني انا لسه جاي لك في الكلام اهو، ام دي 5 اللي هو كنا قلنا عليه فعلا في لينكس مسج دايجست 5. بقى بيسبورت كمان الاس اتش اي بس بحاجات معينه في حوارات معينه، يعني مش في الباسورد اللي انا هعمله دلوقتي. هنتكلم عن الاس اتش اي قدام باذن الله. انما من دي لغايه دلوقتي بيسبورت نوع تشفير ضعيف جدا اسمه 7 ونوع اسمه اقوى بكتير اسمه ام دي 5، والاقوى منهم الاثنين اس اتش اي 512. هو في اللينكس فعلا تقصد ملف الاي تي سي شادو صح؟ فعلا الباسورد دلوقتي بتتشفر بنوع تشفير اللي هو اس اتش اي 512. تمام؟ نمسك بس الاول كده نوع نوع. 7 ده نوع تعبان جدا ضعيف جدا بينضرب تقريبا في النوت لاين. اوكي؟ ورغم كده هنتعلمه. لو انا عايزه دلوقتي اشفر كل الباسوردات اللي موجوده على الراوتر بنوع تشفير ضعيف اسمه 7 وانا في الكونفجريشن مود سمبلي هقول له امر سيرفيس باسورد داش انكريبشن. نفهم كده الامر ده؟ الامر ده بيقول لي لو سمحتي اعملي لي سيرفيس على الراوتر. ايه هي السيرفيس اللي انت عايزاها؟ باسورد انكريبشن. شفري لي الباسورد. تمام؟ المفروض دلوقتي ان انا هطلع على الانيبل مود عشان اقول له شو رانينج صح؟ عشان اشوف فعلا الباسورد بتاعتي اتشفرت ولا لا، وارجع تاني على الكونفجريشن مود اكمل كونفجريشن. انا ما حددتلوش نوع التشفير. لا هو الامر ده طالما السنتكس ده يبقى انت كده شفرته بنوع اللي هو 7. تمام كده؟ طيب قلنا تاني المفروض اطلع دلوقتي على الانيبل مود اكتب له شو اشوف الرننج كونفيج اتاكد فعلا ان هي اتشفرت وبعد كده ارجع تاني على الكونفجريشن مود اكمل كونفجريشن. اخدت بالك ان الكونفجريشن او الانيبل مود محتاجه كتير؟ سيسكو عارفه كويس جدا ان هي بتحتاج الانيبل مود كتير، فقال لك بدل ما كل شويه تطلع وتنزل تطلع وتنزل سمبلي لو انا جيت هنا قلت له شو رننج داش كونفيج الامر هيديني ايرور لان الامر مش انا. لكن لو انا جيت في الاول قلت له دو ده استثناء بقى. ده معنى ايه؟ دو دي معناها روح نفذ الامر ده في الانيبل مود. روح نفذ الامر فين؟ في الانيبل مود. لو قلت له انتر اه فعلا قبل الامر هو بينفذه. تمام؟
لو نزلت تحت كده تحت اللاين كونسول باسورد مكتوب هنا 7 7 دي اول معيده بتقع عليها، يبقى معنى كده ان الباسورد ده مش انا كنت كاتباه 1 2 3، لا معنى كده ان هو متشفر بنوع تشفير ضعيف اسمه 7. وباي ذا واي انا لو طلعت دلوقتي من الراوتر وحاولت ادخل بده مش هيدخلني، لان الباسورد الاصليه اللي بدخل بيها 1 2 3. تمام. طب انا قايله لك ان الباسورد ده تعبان جدا وضعيف جدا، بينضرب جاست لايك ذات. تعالى كده نجرب نضربه. في برامج كتيره جدا بتضربه، في مواقع كتيره جدا جدا اونلاين بتضربه. تمام. سمبلي ممكن تدخل على جوجل وتعمل سيرش على سيسكو او كريك سيسكو باسورد. طب انا قلت لك قبل كده ان الاكسكليميشن مارك ده معناه ان ده ايه؟ كومنت. ده مش امر، ده كومنت عشان تبقى عارف هتكتب ايه في جوجل. تمام. هيطلع لك لسته بمواقع كتير، مثلا انا منزله اوف لاين اهو، اوف لاين من موقع انا دايما متعوده اني بدخل عليه. شوف كمان لما يكون النسخة او الموقع ده انا منزلة منه النسخة اساسا اوفلاين، لو جيت كده اخدت كوبي، لو جيت اخدت كوبي من الباسورد اللي متشفرة باخد بس باخد كوبي ازاي؟ في التيرا ترم والباتي هايلايت. انا كده اخدت كوبي. طب البيست كليك يمين. تمام. يبقى في الباتي والتيرا ترم باخد كوبي ازاي؟ جاست ان انا عملت ايه؟ هايلايت. لو جيت هنا بقى قلت له مثلا كنترول في، دي الباسورد اهي كريك تقريبا في ايه؟ في النقطه اللي ضربها دي. فعشان كده ده نوع تشفير تعبان جدا وضعيف جدا. طيب سي دلوقتي ان انت عايز تخلي الباسورد تاني تظهر كلها كلير تكست، نعمل ايه؟ نو. بالظبط. كنا قلنا ان تقريبا 90% من اوامر سيسكو لو انا حبيت ان انا الغيها بكتب نفس الامر، بس باجي في الاول اقول له نو تحت. طبعا في نفس المود، يعني هنزل تحت اللاين كونسول زيرو، انا اسف سوري، في الكونفيجريشن مود الامر اللي هو كان سيرفيس باسورد انكريبشن، واجي في الاول واقول له بالظبط. لا انا مش عايز الغي الباسورد، انا عايز الغي الامر. لا ما انا كنت حاطط سيرفيس نو باسورد. لا لا لا، نو دايما بتبقى في الاول لما تحب ان انت تدخل امر بتكتب له ايه؟ نو في الاول. تمام. تعالى بقى كده نتاكد فعلا. شو رانينج كونفيج، دو شو رانينج كونفيج، انتر. ايه ده؟ ده ستيل انكريبتد. انا كنت متوقعه ان هي تظهر كلير تكست، صح؟ لا. امر سيرفيس باسورد انكريبشن بيشفر كل الفيوتشر والباست باسوردز. اي باسورد قديمه انا كنت كاتباها على الراوتر او اي باسورد انا ناويه اكتبها على الراوتر هتتشفر. لكن الامر بتاع نو سيرفيس باسورد انكريبشن هيفك التشفير عن الجديد بس، القديم هيفضل متشفر. ليه بقى؟ بالعقل كده، لو كان بيشيل التشفير كمان عن القديم، زي ما بقول لك انا شغاله على الراوتر وجالي تليفون مثلا طلعت بره كلمت الموبايل، انت قمت جاي بسرعه شو لقيت الباسورد انا مشفره، تروح قايل ايه؟ نو سيرفيس باسورد انكريبشن شو رانينج، تشوف الباسورد وترجع تشفرها تاني. كل ده في كام ثانيه قبل ما ندخل وانا ما اخدتش بالي من حاجه. صح؟ علشان كده كنوع من السكيورتي، كلاير زياده من السكيورتي، الامر بتاع نو سيرفيس باسورد انكريبشن بيفك التشفير عن مين؟ الجديد بس، القديم ستيل متشفر. تمام. يعني انا دلوقتي لو نزلت مثلا تحت اللاين كونسول وقلت له باسورد سي مثلا 456، انا كده غيرت الباسورد اهو. لو قلت له شو رانينج كونفيج، لقيت فعلا الباسورد الجديد كبير تكست. تمام كده. انا كده اتعلمت ازاي ان انا ادخل على الراوتر بباسورد بس. طب احنا لسه قايلين في اول اليوم ان انا ممكن اظبط الراوتر بتاعي ان ادخل عليه باسورد بس او ادخل بايه؟ بيوزر نيم وباسورد. بيوزر نيم وباسورد. تمام. ايه رايك اني افضل؟ لا يوزر نيم وباسورد. ليه؟ عشان ممكن ادي صلاحيات اليوزر عن يوزر. بالظبط. في حاجه تانية؟ لا. طيب فعلا زي ما انت قلت دلوقتي الافضل ان احنا دايما ايه؟ بندخل بيوزر نيم وباسورد. ليه؟ كذا سبب. اول سبب ممكن يكون لير زياده من الانكريبشن، او سوري لير زياده من السكيورتي. بمعنى لو انا دلوقتي كلنا بندخل بباسورد،
انت ممكن تخمن الباسورد دي تمام، لكن لو احنا بندخل يوزر نيم وباسورد انت مطلوب منك دلوقتي تخمن حاجتين، تخمن اليوزر نيم وتخمن الباسورد. ولو انت كتبت اليوزر نيم غلط انت عمال تحاول تتغير في الباسوردات، واساسا المشكله ان اليوزر نيم انت مخمنه غلط. تمام، خصوصا كمان هنشوف دلوقتي ان لو جيت ادخل بيوزر نيم وباسورد تمام، لو انا كتبت اليوزر نيم غلط مش هيديني ايرور، ما بيدينيش ايرور الا لما اكتب الاثنين. تمام، تاني حاجه زي ما انت قلت كده بريفليج. بريفليج يعني ايه؟ صلاحيات. انا دلوقتي لو كنا كلنا داخلين بنفس الباسورد انا مش هقدر اظبط صلاحيات، لكن لو انا مثلا عندي اثنين يوزر عبير واحمد، عبير دي مستواها على القد كده، فانا دلوقتي هخليها تديها صلاحيات على القد، ان انا احمد مظبط نفسه واخد سي سي اي ومش عارفه ايه، هديله صلاحيات اعلى منها بكتير. فلو كنت دخلتهم الاثنين بنفس الباسورد كنت هعملها ازاي؟ صح. حاجه كمان اكاونتنج. يعني ايه اكاونتنج؟ اكاونتنج في لغه سيسكو معناها مراقبه، بمعنى انا دلوقتي عايز اعرف كل يوزر عندي بيعمل ايه. احنا ناس كتير في قسم الاي تي، احنا مش ادمن واحد، ناس كتير في قسم الاي تي تمام. لو كنت دخلت الناس كلها بنفس الباسورد وجي احمد بعد كده عمل ريلود للراوتر انا هعرف؟ لا. لكن لو احمد انا كنت مدخلاه بيوزر نيم وباسورد ريليتد بيه هو وعمل بس وعمل ريلود للراوتر، تعالى انت عملت ريلود للراوتر ايه؟ خصوصا ان الريلود للراوتر ممكن فعلا تطير فيها الايب. تخيل مثلا جيت على راوتر باك بون رابط دول مثلا ببعضيها مصر بدوله ثانيه ولا حاجه وقمت عامل له ريلود. تمام؟ تعال عملت ريلود ليه؟ تمام؟ يبقى فعلا ان انا ادخل يوزر نيم وباسورد افضل. ليه؟ اولا لير زياده من سكيورتي، ثانيا عشان تقدر ان انت تظبط بريفليج على مستوى كل يوزر، ثالثا عشان تعمل اكونتنج على مستوى كل يوزر. تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي بقى؟ الاول كده هلغي اللي انا عملته نو باسورد ونو لوجن، الغي القديم، نبدا بقى من جديد خالص اهو. في الاول خالص هدخل تحت اللاين كونسول وبعد كده هقول له لوجن لوكال. لوجن ايه؟ لوكال. لوجن لوكال معناها اي حد هيلوجن دلوقتي على الراوتر هيطلب منه يوزر نيم وباسورد. هيطلب منه ايه؟ يوزر نيم وباسورد. موجودين فين؟ موجودين على اللوكل. يعني ايه موجودين على اللوكل ده؟ ده الراوتر بتاعي. الداتابيز اللي انا هعملها دلوقتي هتبقى موجوده على مين؟ على الراوتر. يوزر نيم احمد باسورد كذا، يوزر نيم عبير باسورد كذا، يوزر نيم محمد باسورد كذا. هو في مكان تاني الداتابيز دي ممكن تتحط عليه؟ ممكن الداتابيز دي تبقى موجوده على سيرفر بعيد. السيرفر ده زي مين؟ ممكن يكون ريدي السيرفر. لا هي مش الداتابيز دي بتتخزن على الروم في الراوتر؟ لا هو مش على الروم، مش على الروم خالص. هقول لك بتتخزن فين باذن الله كمان شويه تمام، لكن مش على الروم ومش شرط تكون على الراوتر. تمام. ممكن ان انا اخزنها فين يا احمد؟ على سيرفر. سيرفر زي ايه؟ ممكن يكون سيرفر نوع ريدي سيرفر او تاكاكس بلس سيرفر. ممكن على كيربر السيرفر. كيربر السيرفر ده بتاع الاكتف دايركتري، يعني ممكن ان انا اخزن اليوزر نيمز والباسورد كمان على الاكتف دايركتري واربط الراوتر بالاكتف دايركتري بتاع مايكروسوفت. تمام. ايه بقى السيرفر ده؟ قال لك انا عامل عليه الداتابيز بتاعتي يوزر نيم باسورد، يوزر نيم باسورد. بعمل السيرفر ده ازاي؟ في طرق كتير، ابسطهم مثلا ان ممكن اشتري سوفت وير من سيسكو اسمه اي سي اس. ده سوفت وير بيست على سنتوس على فكره. سوفت وير بيست اون على سنتوس. بعمل له مثلا بروح مقاومه بعمل له انستليشن على مكنه في وير مثلا ولا حاجه تمام، وبظبط عليه شويه شغل كده وبكونفجره عن طريق اتش تي بي، بدل ما اضطر ان انا اكونفجره باوامر زي ما احنا متعلمين في لينكس، ممكن اكونفجره عن طريق اتش تي بي تمام. وبعد كده اعمل زي ما اتفقنا عليه الداتا بيز اللي انا عايزاها، واي حد يجي يدخل على الراوتر يلوجن على الراوتر، الراوتر هيطلب منه يوزر نيم وباسورد. انا قلت له هنا ايه؟ لوكال لوكال، يعني اي حد يجي يدخل عليك دور في الداتابيز اللي انا عاملاها لوكالي عليك. او كان ممكن اقول له روح بص على الداتابيز اللي موجوده فين؟ على السيرفر ده الريديوس ده ولا التكابس ده. تمام. ايه رايك انهي افضل؟ على السيرفر. ليه؟ عشان ده هيقلل البروسيسنج على الراوتر شويه.
على فكره هي الداتا بيس ما بتبقاش ما بتاخدش مساحه خالص والبروسيسنج بتاعها بيبقى قليل. دي حاجه. حاجه تانية ده انت كمان كده انت بتقول له روح بص على سيرفر تاني، اعتقد كده برضه هيبقى في بروسيسنج عليه. خلاص يبقى هي بتخليها على الراوتر ذات نفسه. طيب تعالى ناخد تو سيناريوز كده ونشوف انهي افضل. تمام، افرض دلوقتي ان انا شغاله في انتربرايز صغيره، مكان صغير 5 6 راوتر، وجي واحد جديد معانا في قسم الاي تي، اعتقد ان مفيش لود عليا انا كادمن ان انا الف على 5 6 راوتر اكريت له اكونت وبنفس الباسورد. تمام، ايه اللي يخليني اروح اشتري سيرفر تاكاكس سيرفر ولا ريدي سيرفر، خصوصا ان السوفت وير بتاع الاي سي اس غالي، انت عارف برودكت سيسكو دايما غالي. ايه اللي يخليني اروح اكلف نفسي واشتري اي سي اس واجيب له مكنه مخصوص، وخصوصا ان الاي سي اس عشان يشتغل بيحتاج 4 جيجا رام لوحده ليس. تمام، طب افرض دلوقتي ان انا شغاله في انتربرايز كبيره تي اي داتا عندها 200 راوتر تقريبا مترميين على مستوى الجمهوريه، وجي واحد معانا جديد في قسم الاي تي، وانا ان شاء الله هلف على 200 راوتر اعمل له اكونت؟ لا بجد فعلا يولا مش عايزاه. تمام، تي اي داتا مفيش عندها مشكله ان هي تشتري سوفت وير زي اي سي اس، ما بتكسب من ورانا قد كده. تمام، ايه رايك بدل ما انا اكريت الاكونت ده على مستوى كل السيرفرز او على مستوى سوري كل الراوتر، خصوصا ان ممكن اجي في لحظه وانسى الباسورد واعمله هنا باسورد واعمله هنا باسورد تاني. تمام، لكن لو انا كنت كريت اليوزر نيم والباسورد بتوع الادمن الجديد على الاي سي اس، انا كريته كم مره؟ مره واحده، وبامر صغير جدا على الراوترز كلها اقول لهم يا جماعه اي حد يحاول يلوجن على الراوتر روح بص على مين؟ على السيرفر ده. ده بيعمل لي شويه ديلي. اه فعلا، يعني لما بعمل اللاب ده في السكيورتي بحس ان في فعلا شويه ديلي ثانيتين كده ولا حاجه. تمام، وفي مشكله كمان ان الكونكشن بينهم لو وقع، لا ممكن اظبطها عن طريق باك دور. باك دور يعني ايه؟ يعني ممكن اقول دلوقتي ادخل عن طريق الاي سي اس، ولو الاي سي اس مش افيلبل ممكن احط لنفسي اكريت لنفسي يوزر نيم وباسورد خاصين بيا انا كادمن مثلا باك دور لوكالي على الراوتر، ادخل بيهم ساعتها اظبط الدنيا. تمام كده، يبقى حته ان انا اظبط الداتا بيز على الراوتر ولا على السيرفر على حسب السيناريو اللي انت شغال فيه. لو انت شغال في انتربرايز صغيره، لا انا عن نفسي بريكومند ساعتها ان انت تظبط الداتا بيز دي لوكالي على مستوى الراوتر. لكن لو انت دلوقتي شغال في انتربرايز كبيره، انا عن نفسي ساعتها افضل ان الداتا بيز دي تكون موجوده فين؟ على سيرفر تاني. تمام كده، طيب يبقى قلنا تاني لوجن لوكال دي معناها ايه؟ اي حد هيجي يدخل على الراوتر هيطلب منه يوزر نيم وباسورد موجودين فين؟ في اللوكال داتا بيز اللي موجود على الراوتر. تمام، فين بقى الداتا بيز دي؟ هطلع كده على الكونفيجريشن مود واقول له يوزر نيم زي مثلا عبير، باسورد 1 2 3. تمام، كان في ناس تقول لي ايه؟ طب ثانيه واحده، مش المفروض الداتا بيز دي انا هستخدمها عشان ادخل على الراوتر عن طريق الكونسول؟ ليه ما كتبتش الامر ده تحت اللاين كونسول؟ هو انا كده بكتب داتا بيس بصفه عامه، ممكن استخدمها عشان ادخل بيها على الكونسول، ممكن استخدم نفس الداتا بيس دي عشان ادخل على التلنت عن طريق التلنت، ممكن استخدم الداتا بيس دي في كذا حاجه ثانيه. يعني معنى كده ان انا دلوقتي مجهز داتا بيس ممكن يبقى لها اكتر من استخدام. لو انا كنت كتبت الداتا بيس دي تحت اللاين كونسول واكتب نفس الداتا بيس تحت التلنت واكتب نفس الداتا بيس عشان استخدام، طب ليه وجع القلب ده؟ طب ما انا اكتبها مره واحده بس وعن طريق امر لوجن لوكال انا كده بنده عليها. تمام تمام، تعالى تست بقى. لو جيت كده طلعت اكزيت من الراوتر، اليوزر نيم احمد، باسورد 1 2 3. تعبير صح، الباسورد اليوزر نيم غلط، دي انا اتعمدت اكتبه غلط عشان اكد لك انه مش هيدي ايرور الا بعد ايه؟ الا بعد ما اكتب الاثنين. وبالتالي لو عندي واحد عمال يحاول يعمل اتاك على الراوتر وعمال يكتب اساسا يوزر نيم غلط، ده بيصعب عليه جدا عمليه الاتاك. تمام؟ ندخل بقى بالصح عبير. تمام؟ لا زال عندي مشكله كبيره قوي. ايه هي؟ لو قلت له شو رانين كونفيج يوزر نيم عبير باسورد 0 1 2 3، 0 دي ده ديفولت انا ما كتبتهاش، ده معناه ان الباسورد دي ايه؟ كلير تكست. تمام تمام، ولو عايز اخليها 7 يبقى ايه؟ سيرفيس باسورد انكربشن.
هشفرها بنوع؟ لو عايز اشفرها باي نوع تاني. حاضر، لسه جايلك في الكلام. تمام، يبقى انا تاني اللي اتعلمناه لغايه دلوقتي ان انا اشفرها بنوع ايه؟ 7. تمام، عن طريق امر سيرفيس باسورد انكريبشن. الامر ده بيبقى ماشي كده في الراوتر طول ما هو ماشي، اي باسورد كلير تكست قدامه يروح يشفرها في طريق. اي كان نوع الباسورد اللي فيه. تمام، طب انا دلوقتي جربنا حته السيرفيس باسورد انكريبشن، عايز اجرب بقى الطريقه الثانيه اللي هي مين؟ الام دي 5. الام دي 5 ما فيهوش كده امر يلم الليله زي ال7. يعني ال7 كان هو امر كده سيرفيس باسورد انكريبشن بيلم الليله كلها، لكن الام دي 5 كل حاجه وليها طريقتها. على سبيل المثال انا لو عايزه اكريت دلوقتي يوزر، واليوزر ده الباسورد بتاعته تكون انكريبتد بالام دي 5، اقول له ايه؟ يوزر نيم احمد، بدل ما هقول له باسورد هقول له سيكرت. بدل ما اقول له باسورد هقول له ايه؟ سيكرت. لو قلت له المره دي شو رانينج كونفيج، بص كده يوزر نيم احمد، اولا اليوزر نيم مش بيتشفر، مين اللي بيتشفر؟ الباسورد بس. تمام، سيكرت 5 ده يعني انكريبتد بالام دي 5. شايف شكله عامل ازاي مقارنه بال7 اللي احنا شفناه؟ اقوى ولا لا؟ تمام، فاكر الاس اتش اي في ملف الاي تي سي شادو كان عامل ازاي؟ كله ستات، في 6 كان اول حاجه في 6، وقلنا 6 معناه ان هو انكريبتد ب 512 صح؟ لكن كان طوله كان واخد نص الملف كده تقريبا. تمام، يعني معنى كده ان الاس اتش اي اقوى كمان من الام دي 5 على حسب حجم التي كمان. يعني في لينكس بيسبورت اس اتش اي 256، اس اتش اي 128. تمام، انما باي ديفولت دلوقتي اس اتش اي 512. الام دي 5 بينضرب؟ اه بينضرب، بينضرب بانواع من الاتاك اسمها على سبيل المثال مثلا في البروت فورس اتاك، وفي عندي كمان الرامبو، فهي اللي كلمتك عليهم في الجهاز. بروت فورس معناه ايه؟ في برامج كده بتفضل ان هي تجرب نظام تبديل وتوفيق، تفضل تجرب في كل الاحتمالات الممكنه عشان توصل للباسورد. طبعا بتحتاج اجهزه، امكانيات، بروسيسنج عالي. تمام، وعلى حسب الانتربرايز، في بعض الانتربرايزز وبعض الدول هي اللي بتضربها، فبتضربها في وقت صغير. انما لو هنتكلم عن المستوى الشخصي ممكن تضربها مثلا في خلال 3 4 شهور اللاب بتاعك امكانيات عاليه ويكون شغال للنهار لغايه ما يوصل للقيمه اللي انت عايزها. تمام، اللي اصعب منه كمان الريمبو اتاك. الريمبو اتاك في ناس بتستهبل وتحط باسوردز بتبقى سيمبل وضعيفه، يعني مثلا على سبيل المثال يحطوا كلمه موجوده في الدكشنري، تيبل، تلفزيون، كمبيوتر. تمام، الريمبو تيبل ده او الريمبو اتاك ده عباره عن تيبل كده في كل الكلمات اللي موجوده في الدكشنري، وكل كلمه او الكلمات الشائعه يعني، وكل كلمه والهاش بتاعها، القيمه المشوهه بتاعتها او اللي هو التشفير بتاعها. يفضل بعد كده عن طريق بقى برامج تفضل تجرب في الاحتمالات دي كلها، اول ما يلاقي ماتش للهاش اه يبقى هي الكلمه دي. تمام، فعشان كده سيسكو بتريكومند ان كل 3 4 شهور تغير الباسورد بتاعتك. تمام، الاقوى منه زي ما اتفقنا الاس اتش اي، بس الاس اتش اي ستيل مش موجود في حوار ان انا بشفر بيه الباسورد، لا ليه استخدامات ثانيه خالص هنتكلم عنها قدام باذن الله. كده في اي مشكله؟ تمام، يبقى قلنا تاني الامر بتاع 7، الامر بتاع 7 اللي هو سيرفيس ماستر انكريبشن هو امر بيلم الليله كلها، انما الام دي 5 لا، ده كل حاجه وليها طريقتها. كل حاجه. سؤال، لو دلوقتي انا نسيت الباسورد هنتعلم ازاي نعمل باسورد ريكفري ان شاء الله؟ ما تقلقش، عشان حتى لو شلت النو سيرفيس باسورد انكريبتد، هو احنا قلنا مش يعني اللي فات الباسورد اللي فات مش هشيل التشفير من عليه. تمام، وهيشيلوا من اللي جاي. انا عايز اعرف اللي فات. ما تقلقش، انا هعمل محاضره كامله على بس على بس ريكفري ان شاء الله. تمام، طيب هديك امر كده يوزر نيم مثلا محمد بريفليج 15 باسورد او سيكرت، احنا عرفنا الفرق ما بينهم خلاص. تمام، الامر ده زياده ايه؟ ان انا جيت في النص كده قلت له بريفليج 15. تمام، ركز كده في الامر، انا هطلع دلوقتي وادخل وانت بنفسك اللي هتقول لي تاثير كلمه بريفليج 15 دي ايه. لو جيت اطلع انتر
يوزر نيم. لو جيت ادخل بمحمد، محمد فرق ايه عن احمد وعبير؟ دخل على طول على اليبل مود. بالظبط، دخل على الديل على اليبل مود. ايه ده بقى؟ نرجع تاني كده للسنتكس بتاع الامر. احنا متفقين ان كلمه بريفليج معناها صلاحيات، زي ما جهاز الكمبيوتر. هو انت لما بتدخل عليه جيست زي يوزر عادي، زي باور يوزر، زي ادمنستريتور، نفس الكلام. سيسكو قسمت الصلاحيات بتاعتها ل 16 نوع. ليه 16 نوع؟ ابتداء من 0 لغايه 15. 0 ده اضعافهم تقريبا، هم 3 4 اوامر اللي بيصيروا قدامه، 4 5 5 تقريبا، تمام؟ عليهم بريفليج 15. بريفليج 15 دي اشبهها ان ده الادمن بتاع الراوتر، يعني يقدر يعمل كل حاجه. تمام. وسيسكو كريتد ايه؟ بريفليج 0 1 و15، دول كريتتهم باي ديفولت، وثبت لي اللي في النص انا اللي كريتهم بنفسي. تمام. لو انا دلوقتي كريت يوزر بالطريقه العاديه اللي هو يوزر نيم كذا بس ورد كذا او سيكرت كذا، باي ديفولت اليوزر ده بياخد بريفليج 1. بياخد بريفليج كام؟ 1. لو انا دلوقتي جيت هنا، يعني هديله احمد 1 علشان كده اول ما جم يدخلوا. انا دلوقتي في اي مود؟ اليوزر مود. لو جيت هنا قلت له شو بريفليج، انتر، شو مش بتكملها بالتب شو بريفليج؟ مش كله. فين الليمت؟ فين الليمت يا راجل؟ دلوقتي عاجبك قوي الليمت؟ تمام. قال لي دلوقتي لما قلت له شو بريفليج، قال لي بريفليج ليفل كام؟ واحد. حاجات بسيطه جدا على فكره اللي التاب ما بيكملهاش. وعايزه اقول لك ان بس لما شغلك على جي ان اس بقى ان شاء الله عشان يبقى اي اس احدث، في اوامر بتبقى في الرننج كونفيج هيدن، انت مش شايف؟ هبقى اعلمك ازاي تعرف تطلع كمان الحاجات الهيدن من الراوتر ان شاء الله. بس في الاي او اس ده مش موجود لان ده قديم. تمام. اول ما جيت في اليوزر مود قلت له ايه؟ شو بريفليج؟ قال لي ان انا في بريفليج ليفل 1. علشان كده لما انا كريت يوزر عادي اخد بريفليج 1 فدخل على المود اللي ليه نفس البريفليج، صح؟ لكن لو انا جيت دلوقتي على الانيبل مود وقلت له شو بريفليج، كملها اهو ماشي، شو بريفليج، قال لي ان انا في بريفليج ليفل 15. عشان كده محمد لما انا اديت له بريفليج ليفل 15 دخل على الانيبل، لان الانيبل ليه نفس رقم البريفليج. ده يهمني كده في اي حاجه؟ يعني هو لو 15 نفترض ان هو واحد، تمام، انا 15 كانت واحد، يبقى لو مش هينفع اخش على الانيبل؟ لا، هو ينفع تدخل. التركه بقى في اللي جاي. طب يبقى انا كده عملت ايه؟ حاضر، جايه لك في الكلام. هو ليه اصلا عمل حاجه زي دي؟ صح. اولا عشان بس ما انساش حاجه في النص، زي ما قلت لك سيسكو ثبت لك من بريفليج 2 لغايه 14 انت كريته. ده هتتعلمه ازاي بقى باذن الله تعملهم في السكيورتي، وطريقه عقيمه وغبيه. في افضل منها دلوقتي، سيسكو منزل حاجه اسمها بارسر فيو. بارسر فيو دي انت بتنقل الاوامر ما بين المودز، تمام، وبتدي كل يوزر مجموعه معينه من الاوامر. يعني يوزر احمد لو دخل يجي يستخدم الهيلب مش هيلاقي الا اوامر انا اللي محددها له. ده عن طريق حاجه اسمها بارسر فيو. البارسر فيو دي اللي احنا عاده بنشتغل بيها بعيد عن ان انا بكريت ليفل 14 وليفل 13 والهبل ده. تمام. طيب دي اساسا بقى سيسكو عملت حاجه زي دي. محمد ده مثلا ادمن شاطر ومظبط نفسه واخد سي سي ار اي، وادمن يعني اسمها ايه؟ اكسبرت يعني. تمام. يجي يدخل على الراوتر، دخل على اليوزر مود، يجي يدخل على الانيبل. كمان شويه باذن الله هنتعلم ازاي احط باسورد على الانيبل مود. ليه؟ الانيبل مود ده مود خطير جدا، في ريلود، في شو جنرانك، في حاجات خطيره جدا. تمام. فانا مش عايزه كل الناس تدخل على الانيبل مود. يجي محمد يدخل هيطلب منه كمان باسورد، اتخنق، مش حاطط الباسوردات هي. كل ما يجي يدخل على الراوتر باسورد، يجي يدخل على الانيبل باسورد، ده ايه وجع القلب ده؟ تمام. لكن يوزر عبير مثلا، لا انا مقلقه منها، فعشان كده انا اديت لها بريفليج واحد، كبرها تدخل على يوزر مود. تيجي تدخل على الانيبل مود، عبير ساعتها هيطلب منها بس انا مش معرفها. وضحت الفكره كده؟ تمام. طبعا محمد لو عمل ديسيبل وطلع وجه يدخل تاني، لازم يكون ساعتها عارف الباسورد بتاعت الانيبل، او يطلع خالص ويدخل تاني بقى الاول. تمام.
تمام كده؟ في اي مشكله في البروبلج؟ تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده خلصنا الجزئيه بتاعت مين؟ الكونسول باسورد. ندخل بقى في الانيبل والسيكريت باسورد. ايه الانيبل باسورد دي؟ احنا لسه قايلين انيبل باسورد معناه اي حد هيجي يدخل على الانيبل مود يطلب منه باسورد. ليه تاني؟ الانيبل مود في حاجات خطيره، في ريلود، في شو، في اخطر من كده كمان. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ سيمبلي هاجي على جوه الكونفيجريشن مود واقول له انيبل باسورد سي مثلا 1 2 3. تمام؟ كانت ناس تقول لي ثانيه واحده، الامر ده المفروض يتعمل في الانيبل مود على اساس ان دي باسورد الانيبل. لا، انا بعمل في الكونفيجريشن مود تاثيره يبقى على الانيبل مود. ده من اسمه كونفيجريشن مود، ده اللي انا بعمل فيه الكونفيجريشن بتاعتي. تمام؟ تعال نجرب بقى كده. هطلع من الراوتر. عبير، عبير كانت 1 2 3 تقريبا. عبير تيجي تدخل على الانيبل، ايه اللي حصل؟ الطلب منها بس. طبعا انا لو مش مدي عبير الباسورد خلاص مش هتعرف تكمل. تمام؟ في مشكله في الباسورد اللي انا كتبته. ايه هو؟ لو قلت له شو رانين كونفيج انيبل باسورد 1 2 3، ايه هي المشكله؟ ان الباسورد ظهر كتير، تكست كبيري. في الحاله دي هشفره بايه؟ بال 7. واحنا اتفقنا امر سيرفيس باسورد انكريبشن ماشي كده في طريقه، اي باسورد كلير تكست يقابلها يروح يشفره. بس لو ده على مستوى شركه وانا مثلا يوزر ومش معايا. لا لا لا، لغايه دلوقتي اللي احنا بنتعلمه ان انا بحط باسورد على مستوى كل اليوزرز. تمام؟ في طريقه ان انا اخلي كل يوزر ليه انيبل باسورد عن طريق الحاجه اللي قلت لك عليها من شويه اللي هي البارسر فيو. انك بتظبط بريفليج لكل واحد، وساعتها كل واحد هيبقى له يوزر نيم وباسورد عشان يدخل على الراوتر، وليه باسورد خاص بيه للانيبل. تمام كده؟ انما اللي احنا بنعمله دلوقتي ايه؟ هي باسورد واحده متطبقه على كل اليوزر على الانيبل مود، وظهر كلير تكست وكبيري اشفرها 7. تمام؟ طب سيب دلوقتي ان انا عايزه اشفرها بالام دي 5، قال لك ده النوع الثالث بقى اللي هو مين؟ السيكريت باسورد. يعني ايه؟ وانا دلوقتي في الكونفيجريشن مود بدل ما هقول له انيبل باسورد، ها هقول له ايه؟ بالظبط انيبل سيكريت سي مثلا 4 5 6. تعالى كده نجرب بقى، ندخل اكزيت عبير 1 2 3 انيبل. لو انا كتبت 1 2 3 ما دخلنيش، 4 5 6 دخل. ايه ده؟ طب ثانيه واحده كده، شو رانينج انيبل باسورد 1 2 3 وانيبل سيكريت القيمه دي اللي انا عارفه ان هي قيمتها 4 5 6. ده انا لما كتبت الانيبل سيكريت ما عملش اوفر رايت على الانيبل باسورد، ده الاثنين موجودين بس دخلني بمين؟ بالسيكريت. ليه؟ ده مش علشان انا كتبت السيكريت بعد الباسورد، لا خالص، الاثنين ظاهرين هم في رانينج كونفيج. كل اللي فيها ان الراوتر لقى اثنين باسورد، واحده تعبانه وضعيفه والثانيه قويه، هيدخلني مين؟ بالقوية. يعني معنى كده ان انا لو شلت الانيبل سيكريت وقلت له نو انيبل سيكريت هيرجع ثاني يدخلني القديمه اللي هي الانيبل باسورد. طب سؤال، هو السيس لوج ده انا عايز اغيره؟ طب حاضر، لسه قدام قوي. لا عشان انا لو مثلا مش عايز حد، مش اي حد يعمل شو رانينج يشوف انا عملت ايه على الراوتر. انت تقصد الرننج ولا تقصد السيس لوج؟ ما هو السيس لوج هو لا، ده مش سيس لوج. لا، السيس لوج دي، السيس لوج دي يعني مثلا على سبيل المثال لما انا غيرت الساعه مثلا. تمام؟ فكان بيطلع لي السيستم لوحده كده، بيروح مطلع لي رساله يقول لي الساعه بتاعتك اتغيرت من كذا لكذا. انما ده رننج كونفيج، انا اللي كتبت امر الاوت بوت بتاعه بيحصل اهو. تمام؟ قدام باذن الله هنتعلم كل كبيره وصغيره عن السيسلوك، ما تقلقش. المهم دلوقتي انا عندي ايه؟ انيبل سيكريت وانيبل باسورد. طب سؤال بقى، انا ايه اللي يخليني اساسا الانيبل باسورد تفضل موجوده؟ يعني سيسكو ليه محتفظه بالانيبل باسورد؟ الاجابه بقى عشان الباكورد كومباتيبلتي. يعني ايه؟ ايه رايك ان انا ممكن اجي على الراوتر ده كده واقول له
شو رانينج كونفيج واخد كل الكونفيجريشن كوبي ابتداء من السطر ده لغايه الاخر خالص واروح اعمل لها بيست في الكونفيجريشن مود بتاع اي راوتر تاني. تمام، ممكن اخد كوبي من الكونفيجريشن دي كلها واروح على راوتر تاني في الكونفيجريشن مود اعمل لها بيست. تمام، افرض دلوقتي ان الراوتر التاني ده كان راوتر قديم مش بيسبورت اساسا ال MD5، فهيجي عند الامر ده فين ان هو كان بتاع الانيبل سيكريت يعني اهو بتاع الانيبل سيكريت ومش هيسمعه مش هينجسم على الامر ده هيدي ايرور فيه، بس اتليست يبقى عليه انيبل باسورد حتى لو تعبانه بس اتليست عليه انيبل باسورد. تمام لغايه دلوقتي اي مشكله؟ هنت كده بسيطة، لو جيت انا هنا قلت له enable secret 1 2 3 مش كانت ال enable password بتاعتي 1 2 3 ينفع اخليهم نفس القيمة؟ قال لي the enable secret you have chosen is the same as your enable password this is not recommended re-enter ال enable secret. قبلها؟ هو السنتكس فعلا يوحي ان هو ما قبلهاش بس هو قبلها. دي اللي انا كنت عايزه التريك اللي عايزه اوريها لك، يعني اي حد يشوف الرساله دي يتهيأ له ان هو السيستم ما قبلش الباسورد دي. لا قبلها عادي، بص اكسبت ديسيبل، لو جيت ادخل دلوقتي انيبل مش كانت الباسورد دلوقتي 1 2 3 دخلت فعلا 1 2 3 تمام. في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام اوقف الفيديو كده ماشي.